السلام عليكم، مرحولة متوازي الأضلاع، ندير متوازي الأضلاع. شنو هو متوازي الأضلاع؟ إلا خدينا مستقيمين متوازين مستقيم هذا مستقيم تي واحد ومستقيم تي جوج، خدينا عاوتاني مستقيمان متوازيان حتى اخرين هاد الشكل ال واحد هذا ال جوج كيتلاقاو هنا مثلا في النقطة أ، النقطة ب، النقطة سي والنقطة دي. كنقولوا انه هاد أ ب سي دي متوازي الأضلاع. شو معنى متوازي الأضلاع؟ شو معنى الضلع بعدا؟ الضلع مثلا أ بي كيتسمى ضلع، يعني طرف أ بي ضلع، دي سي ضلع، أ دي ضلع، أو بي سي ضلع. دونك متوازي الاضلاع شنو هو؟ هو اللي الاضلاع ديالو اللي متقابله متوازيه، يعني الا خدينا ا بي مع دي سي، خدينا ا دي مع بي سي، دونك ا بي مع دي سي شنو بيناتهم؟ بيناتهم توازي. ديك شنو هاد العلامة انا قلت وطن ا بي توازي دي سي، و ا دي توازي بي سي. اذن ا بي سي دي متوازي الاضلاع. دونك متوازي الاضلاع هو للضلعين متقابلين متوازيين، دونك اللي هو ضلعين متقابلين متوازيين. نعطيكم هذا الشكل هذا، مثلا مثلا هاد أ ب سي دي. قلت لكم شو هو متوازي الأضلاع ولا لا؟ دونك باش كيكون متوازي الأضلاع خص الأضلاع ديالو يكونو اللي متقابلين متوازيين. دونك أ ب شو الضلع اللي مقابل ليها هو دي سي، اش هادو متوازيين؟ متوازيين. أ دي أدي المقابل ديالها هو بي سي، واش متوازيين؟ ما متوازينش. إذا هذا، دونك في هاد الحالة هذا بي سي دي ليس متوازي الأضلاع. الخيار السمية متوازي الأضلاع، ضلعين متقابلين متوازيين. إن حتو معايا إلا رسمنا المستقيم أسي و رسمنا المستقيم بيسي، إش كنلاحظو؟ إنها كتلاقى في واحد النقطة مثلا سميها أو. هذه خاصية أن عندك أ بي سي دي، عندك أ بي دي، بي دي و أسي كيتسمى، واش كيتسمى؟ قطرين متوازي الأضلاع،
تسمو القطرين ديالو اسي و بي سي، يعني لي متعاكسين. وكنلاحظو ان القطرين ديال متوازي الاضلاع كيتلاقاو في نقطة واحدة. هذه هي الخاصية، عند القطرة متوازي الأضلاع كيتلاقاو في نقطة واحدة. دونك O كتسمى تقاطع القطرين، وفي هذه الحالة O كتكون هي منتصف AC و BD. دونك O دونك منتصف، دونك نقطة التقاطع ديال القطرين كيتلاقى في المنتصف ديال القطعة AC والقطعة BD، وهاد النقطة هادي كتسمى مركز متوازي الأضلاع. دونك هي مركز متوازي الأضلاع ABCD. دابا نشوفو الخاصية العكسية. شوفو عندنا مثلا عندنا واحد الرباعي، عندك أ هنا بي هنا سي هنا دي هنا أو، بحيث أو منتصف أ سي و أو منتصف بي دي. إذا كان عندنا في هذه الحالة يمكننا نقولو على أن كتعطينا أن أ بي سي دي متوازي الأضلاع. إذا كان عندنا في هذه الحالة مثلا كان عندنا شي رباعي اللي القطرين ديالو كيتلاقاو في المنتصف، إذن فإن هذا الرباعي فهو متوازي الأضلاع. نختم مثال، عندنا مثلا عندنا واحد المثلث واحد المثلث أ أ بي سي، قالك إي حيت إي منتصف، عندك إي منتصف قطعة، قالك أنشئ دي دي مماثل بي بالنسبة لإي، يعني المماثل دونك كرسمو مستقيم بي ديز من إي، وكنحسبو نفس المسافة بي إي إي هنا دي مثلا. إذا في هذه الحالة واش نقدر نقولو أن الرباعي ا بي ا دي سي بي ا بي سي دي واش متوازي الأضلاع ولا لا؟ هنا الخاصية عندي إي منتصف ا سي، إي منتصف ا سي، عندي إي دي مماثلة بي بالنسبة لإي. شنو معنى الكلمة؟ يعني أن إي منتصف بي دي، و بي دي لاحظتو معايا بي دي و أسي هما القطرين. إذن على حسب هاد الخاصية فإن أ بي سي دي متوازي الأضلاع. هنا فين كنحتاجو الخاصية العكسية، لكن القطران اللي هما نفس المنتصف، إذا في الرباعي فهو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع أ بي سي دي
دونك لاحظتوا معايا ان متوازي الاضلاع عنده او مركز متوازي الاضلاع، حيث او ا تساوي او دي تساوي او بي تساوي او سي. دونك او او منتصف عادي، واللي يمكننا نشوفوها بطريقة واحدة أخرى أن أ مماثلة أن أ مماثلة دي بالنسبة لأو، ياك بنفس الطريقة عندنا أو منتصف بي سي، إذن سي أو بي مماثلة سي بالنسبة لأو. ولا بقيتو عاقلين في الدرس اللي قبل حول التماثل المركزي ان التماثل يحافظ على المسافة. اذن نعتبرها القطعة سي دي، اذن بي مماثلة لسي بالنسبة لأو، و دي مماثلة لأ بالنسبة لأو، يعني ان المسافة ان القطعة سي دي حسب خاصية التماثل على المسافة تساوي أبي، إذن أبي تساوي سي دي. كذلك بالنسبة لأ تقدر دي و سي مماثلة لنقطة بي، دونك كذلك مشتركة أسي تساوي بي دي. شنو كنستنتجو؟ إذن نختينا متوازي الأضلاع أ بي سي دي، ذكر متوازي الأضلاع إذن الضلع المتقابلين، إذن أ بي تساوي سي دي و أ دي تساوي بي سي، يعني الضلعين المتقابلين اللي متقابلين أ دي متقابلة مع بي سي متساويين، و أ بي متقابلة مع دي سي متساويين. و هاد الخاصية كتمشي في اتجاهين، بمعنى إلا كان عندي أ بي سي دي مثلث متوازي الأضلاع إذن أ الضلعين المتقابلين متقايسين، و إلا كان عندي شي رباعي في هاد الخاصيات الضلعين المتقابلين فيه متساويين، يمكن نقول على هذا الرباعي انه متوازي الاضلاع. هذا الشيء نشنا خاص متوازي، وغنشوف في تمارين تطبيقية خاصة بهذا الشيء. السلام عليكم.